يقول: صليت أثناء السفر صلاة العشاء خلف إمام يصلي صلاة المغرب، فعندما صليت ركعتين جلست حتى أتم الإمام الركعة الثالثة ثم سلمت معه، فهل فعلي صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فهل علي إعادة الصلاة؟ فعلك غير صحيح، لأنك تصلي خلف إمام مقيم ليس مسافرا، ومن صلى خلف إمام مقيم فحكمه حكم الإقامة، يكمل الصلاة ولا ينقصها، فلا بد أن تعيد الصلاة التي صليتها التي قصرتها خلف الإمام المقيم.